بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، متواصلين وياكم في شرح محاضرات الأوتونوميك نيرفس سيستم في وحدة الكارديو واسكولار سيستم الأسبوع الأول، طلاب المرحلة الثانية كلية الطب جامعة كربلاء. هذا راح تكون آخر محاضرة إن شاء الله، اللي راح نتناول بيها الكولينيرجيك أنتاغونست دراكس. Our objective in this lecture will be to classify and clarify muscarinic antagonist and nicotinic antagonist. قلنا حنقسمها حسب الريسبتورز muscarinic ونيكوتينيك. So cholinergic antagonist could be either nicotinic or muscarinic. Muscarinic are further subdivided into selective and non-selective one, while nicotinic are divided into neuromuscular blocker and ganglionic blocker. تذكرون قلنا النيكوتينيك ريسبتور بي NN وNM. هذا هو الـ NM neuromuscular، هذا هو الـ NN نقصد كبلوكرز. الجنجليونيك بلوكرز ما راح ناخذها حقيقة، هي أدوية يعني شبه معدومة أو قليلة الاستخدام بالوقت الحاضر، لكن neuromuscular بلوكرز اللي هو المصر الأكسنت لا تستخدم هواية، وخاصة في أثناء العمليات الجراحية كجزء من أدوية التخدير. الموضوع الأساسي اللي راح نركز عليه بهذه المحاضرة هم هذول muscarinic antagonist. They are very important drugs. They are widely used drugs. أكثر من المسكرينيك أغانست. هذولك كانت تقريبا استخداماتهم محدودة. هنا راح نشوف مجموعة كبيرة من الأدوية ولها استخدامات جدا شائعة. بعض المصطلحات والأسماء اللي راح تمر عليكم. إحنا لما نقول مسكرينيك أنتاغونست نقصد بها أنتي مسكرينيك دراكس أو باراسيمباثوليتيك دراكس. بس هي حقيقة مو هاي الأسماء الشائعة. المصطلح الشائع هو أنتي كولينيرجيك. صح انتي كولينيرجيك يشمل انتي مسكرينيك وانتي نيكوتينيك، بس لما يمر عليكم هذا المصطلح المقصود به هو انتي مسكرينيك. يعني مثلا نذكر دراج معين مثل انتي هستامين نقول عنده انتي كولينيرجيك افكت نقصد به انتي مسكرينيك. اما الانتي نيكوتينيك فنحدد به انه هذا نيوروماسكولار بلوكر، ما نسمع كلمه انتي نيكوتينيك يعني. فحتى تعرفون انه من يمر عليكم انتي كولينيرجيك نقصد به انتي مسكرينيك. بعض الخصائص العامه لهذه المجموعه من الادويه they are competitive antagonist. يعني شنو يعني reversible antagonist؟ يعني can be overcome، هاي معنى كلمة competitive، can be overcome. إذا اعطينا agonist و antagonist at the same concentration ما راح أحصل effect، اثنين يكونون متساويين. أي concentration يزيد the agonist كان أكثر هو اللي راح ياخذ الريسبتر هو يعطيني الإفكت، antagonist كان أكثر هو راح يعطيني الإفكت. مثلا هنا عندنا الأستايلكولين وعندنا الأتروبين. Each one is competitive antagonist for the other. إذا زاد the concentration of acetylcholine هو يعطيني الـ effect agonist effect. إذا زاد the concentration of atropine هو راح يعطيني الـ antagonist effect. Okay. Could be selective. For example, selective ammonium blocker or non-selective. Could be natural or synthetic. ها هي general properties. نحكي شوية عن natural for history. Natural alkaloids حقيقة هي من أقدم الأدوية اللي اكتشفوها اللي كانت تسمى الالكالويدز هي الأتروبين. سمعتوا عنه انتم في المحاضرات السابقه دائما نذكر الاتروبين. It is very important drug وهو البروتوتايب مال انتي مسكرينيك ايجنتس. It is a natural alkaloid derived from this plant called اتروبا بلادونا. كان يسموه بلادونا الكالويدز، حتى كان يباع بالعشابين وعند الصيدليات كبلادونا الكالويد. This is the بلادونا tree بياخذوهم من السيدز، يكون يعني highly concentrated in the seeds. The second plant called the Datura stramonium. The Datura stramonium هذه called thorn apple أو تفاحة الشيطان. البلدونة كان يسموها deadly nightshades. Deadly لأنه حالات المورتاليتي صارت فيها هواية. الثورن apple يعني تفاحة الشيطان لأنها شكلها تشبه الثروتس اللي هي العفو تشبه الأبل اللي تشبه التفاحة، لكن بها أشواك، بها أشواك وأكو بداخلها seeds. سيد صغيرة بذور اسمها بالعربي يسموها ست الحسن. يعني أنا هاي تناولها أكثر لأن مجتمعاتنا هاي متوفرة أكثر، عندنا في كربلاء هذه موجودة وتنزرع، وحالات من التسمم خلال دوام يعني بمستشفى الأطفال يعني تقريبا بالموسم بالسبوع نشوف إن حالة أو حالتين تسمم به. يأخذوها أكثر شيء الأطفال لأنه البذور مالتها السيدز بيها فد سويتي تيست، فمن يأكلوها يصير عندهم تسمم بالسكوبالامين. الداتورا سترومونيوم بي هاي كونستريشن اوف سكابولامين، والاتروبا بلادونا بي هاي كونستريشن اوف اتروبين. اتروبين ايضا موجود ويا الداتورا سترومونيوم لكن كونستريشن مالته اقل.
All these natural alkaloids are tertiary amines, so they are lipid soluble, they can penetrate the blood-brain barrier, and they are very rapidly absorbed. هذه من الفيتشرز مالتها. By the way, هاي الدكتوره استرومونيوم وقال يصير قسم من الابيوز. ابيوز ممكن يصير على هاي النبته لانه جزء من الافكت هو السنترال افكت، ممكن يصير شويه يوفوريا او هلوسينيشن، فخلوها ببالكم. Now we will discuss the pharmacological effect of muscarinic antagonists. They are very important because if we understand the pharmacological effects, we will understand the clinical use and the side effect. Okay. معظم هاي راح اشوفوها كلش سهلة عليكم لأنه من حكينا على الأجونست أنتم فهمتوها بذيك المحاضرة السابقة. هسه راح نحكي عن الأنتاغونست، راح تكون عادة عكس الإفكت. هناك كان يصير عندنا secretion, salivation, lacrimation، تمام؟ هنا راح يصير عندنا بالعكس inhibition of secretion. طبعا ناخذ الأتروبين كإكزامبل كبروتوتايب تريك. اوكي inhibition of salivation, inhibition of lacrimation, inhibition of sweating, there is no sweating, inhibition of gastric secretion. اوكي كله راح يصير inhibition. The mucociliary clearance يعني السكريشنز اللي يصير من الايرويز والموفمنت اوف ذا سيليا اللي هي سووش للايرويز will be inhibited also except for certain new molecules, new drugs called ipratropium. ويا واحد ثاني اسمه تيوتروبيوم this lack this effect، يعني هذول ما يسوون inhibition للميوكوسيلياري كليرنس. خلينا نشوف هاي بعدين وين راح نستفاد منها. effect on the heart، ايش تتوقعون الايفكت on the heart؟ اتروبين والكوز تاكي كاردي، تمام؟ واي لان الاسيتايل كولين يسوي برادي كاردي. اوكي فلما احنا ننطي اتروبين وي ويل بلوك ذا effect اوف اسيتايل كولين، من يبغى يشتغل؟ السمباثيتك نيرف سيستم. هو هذا كانتاغونست هو ما عنده effect، صح؟ نرجع للقاعدة الأساسية مالتنا، كل الأنتاغونست ما عندهم إفكت. بعد منين يظهر الإفكت؟ يظهر الإفكت لما نوقف عمل الأغونست اللي هو موجود بالبودي بكمية كبيرة اللي هو الأستايل كولين، تمام؟ من نوقف الأستايل كولين الإفكت مالته على الهارت تبقى الساحة فارغة علما للسمبثيتيك للأدرينالين في سرعتنا تكيكارديا. لذلك احنا دائما نستخدم الأتروبين حتى نسوي تكيكارديا بالبيشنت اللي عنده براديكارديا، ما نعطي أدرينالين. ليش؟ لانه هذا سيفر، اذا اعطينا ادرينالين ممكن يسوي لنا ارثميه، هذا مستحيل يسوي ارثميه، هذا كل اللي يسويه يفسح المجال للناتشرال ادرينالين حتى والنور ادرينالين حتى يسوي لنا زياده بالهارت ريت. سو ات از بريفيرد. تمام؟ شلون يعطيني الافكت اوف تكيكارديا؟ باي بلوكينج موسكارينيك استالكولين ريسبترز اللي هو ام 2 سيلكتيف الموجود بالهارت. دائما نحتاج القائم بالمحاضره الاولى نرجع لها. أنا أفضل تستنسخوها وتخلوها يومكم من تقرون هاي المحاضرات حتى كل شوية ترجع لها شوف شنو اللي موجود بالهارت M1 M2 M3 حتى تحفظها. At very low doses، انتبه لهاي المعلومة، at very low doses atropine may cause paradoxical bradycardia and not tachycardia إذا اعطيناها very small doses. Why? Because there are receptors presynaptic اللي هم M2 سميناهم auto inhibitory receptors، فهذولا ممكن يصير. هاي خليها بالنا، إذا نريد نحصل على تكيكارديا لازم نعطي therapeutic dose optimal dose، مو نعطي small dose. small dose ممكن تعطينا paradoxical effect. effect on the eye is very important of atropine عكس الإفكت of pilocarpine اللي حكيناه بذيك المحاضرة، وهم تجيبون الصورة مال ذيك المحاضرة تخلوها يمكم وتجون تبعون على الإفكت. بايلوكاربين كان يسوي مايوسيس، هنا أنا عكسه ايش راح يصير؟ مدرياسيس، تمام؟ مدرياسيس توسع بالبيوبل، على الشرح شرحناه بذيك المحاضره، من يصير مدرياسيس شو يصير بالكنال اوف لم؟ كنال اوف شلم راح تنسد، صحيح؟ اذا شو يصير بالاي او بي؟ يصعد الاي او بي، انتراكيلر بريشر راح يزداد ويا المدرياسيس، واضحه؟ بعد راح يصير عندي شغلتين. There is negative light reflex. Light reflex is very important. احنا شلون نشوف الانسان طيب لو ميت لو في شيء بالكوماتوس بيشنت؟ نجيب لايت على عينه نشوف البيوبل سير كونستركتد نسميه positive light reflex. لما البيشنت يكون ماخذ اتروبين راح يصير عنده negative light reflex. ليش؟ هو الباثوي يشتغل، النيرف تشتغل، يصير ريليز بالاستال كولين بالريفلكس عن طريق الاوكيلوموتور نيرف. بس لما يجي الاستال كولين للام 3 ريسبترز اللي موجوده بالبيوبل بالايرس شو يصير؟ يلقاها مسدوده. من سادها الاتروبين، تمام؟ فيصير نيجاتيف لايت ريفلكس. الافكت الرابع اللي يصير على اي سايكلوبليجيا. سايكلوبليجيا مين باراليسيس اوف اكوميديشن فور نير فيجن. بعد ما يقدر الانسان يشوف الاشياء القريبه ولا يقدر يقرا ولا يقدر يبغى قدامه، هاي نسميها بليرد فيجن. سايكلوبليجيا يعني باراليسيس اوف ذا سيلياري بودي، المسلز راح صارت باراليسيس سوينا لها بلوك. ليش نستخدم مصطلح سايكلوبليجيا انه الواحد يتصور انه صار باراليسيس وبعد ما تشتغل العضله وانشلت العضله؟ لانه الايفكت اوف اتروبين بالاي از فيري لونج. هسه راح نشوفها بعدين.
لما يصير عندي زيادة بالاي او بي معناته it's very dangerous to give atropine to a patient have a glaucoma، بالذات اذا كانت نارو انجل. احنا عرفناها بهذيك المحاضرة، النارو انجل يعني المشكلة وين؟ بالدرينج. الاوبن انجل يعني المشكلة وين؟ بالبرودكشن، بالسكريشن of aqueous humor. فاذا كان عنده هو نارو انجل جلوكوما contraindicated، I cannot give him this patient. هذا الافكت على الان ان شاء الله يكون واضح، وبعدها ما راح نرجع نحكي. Effect on the gastrointestinal tract. The motility of GIT will be reduced by atropine. أكيد لأن smooth muscle contraction M3. أيضا ammonia blockage by selective antagonist called pyrenzepine. Pyrenzepine وكو إلى أخوه اسمه telenzepine جديد. هذول الأدوية يسوون inhibition of ammonia so they will inhibit gastric acid secretion. مو كل ما يأثرون على motility ما يأثرون على شيء، بس الgastric acid secretion وكيد راح يفيدونا بعض الأمراض. أوكي. Effect of other smooth muscles. Bronchial smooth muscles will be relaxed. فتفيدنا الأتروبين بريلاكسيشن أو برونكو كونستريكشن، لذلك احنا نفضل during anesthesia نطي أتروبين. ها صار عندنا two benefit بالأنستيزيا. الأول قلنا بذيك المحاضرة لما عندنا كيورير، تذكرون عندنا كيورير طينا نريد نخدر البيشنت، سوينا له مصر ريلاكسيشن لازم نطي نيوستيجمين. إذا نطينا نيوستيجمين شو يصير؟ يحسن المسل كونتراكشن ويرجع البيشنت يتنفس طبيعي، لكن يصير عنده سايد افكت هو مسكرينك، نسدها بالاتروبين. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني الاتروبين راح يسوي لنا انهبيشن اوف برونكو كونستريكشن اللي تسويه الادويه مالت التخدير والغازات مالت التخدير. So this will be prevented by atropine. Effect on biliary and urinary tract smooth muscles ايضا يصير بها ريلاكسيشن. الاتروبين يسوي ريتينشن اوف يورين، ما يخلي اليورين يصير مثل ما هنا سوى كونستيبيشن، قلل الجي اي موتيليتي، يسوي هنا ريتينشن اوف يورين، يعني عكس الافكت اللي هناك كانت تسوي الادويه اللي هي الاغونست. بالالدرلي ذس مي بي ريسكي بارتيكولرلي ان مين اللي عندهم بي بي اتش. شنو بي بي اتش؟ قلنا بيناين بروستاتيك هايبربليجيا، اخذناها ويا الالفا بلوكر. اذا البيشنت حتى بي بي اتش ما قدر اعطي يعني اتروبين، لا راح يصير عنده اكيوت يورينري ريتينشن، يصير انحباس بالبول، بعد ما يقدر يبول الا نسوي له كاثيتر، نحط له صونده يعني كاثيتر يلا يقدر يدرر. Effect on the CNS. الأتروبين is excitatory agent when it passes to the CNS. الإفكت على CNS يكون عادة mild، بس بالأوفردوز بالأتروبين poisoning تكون very marked especially in children. هاي ذكروا الحكاية راح يشوفون هاي اللي يجون عندهم poisoning راح يشوفون الإفكت is very marked. يصير عندهم marked excitation, irritability, hyperactivity and hyperparoxia. ترتفع درجة حرارة الجسم يسموها atropine fever. Why? Because there is block of sweating. راح نسد السوتنج. السوتنج هو صح سمباثيتك بس ايش بيه؟ كولينيرجيك ام 3. راح نسد الام 3 احنا بالاتروبين. These central effects because انه اتروبين كروس ذا بلاد براين بارير، فحتى نريد نسوي لها ريفيرز يعني الانتيدوت تريتمنت اوف بويزنينج لازم نختار انتي كولينستريز ايضا كروس ذا بلاد براين بارير. فين مره راح نختار؟ فايزوستيجمين هو انتاغونست اند كان ريفيرز ذيس افكت. سكوبولامين اللي هو ايضا ناتشرال عكس الاتروبين produce sedation مو excitation but at higher doses it will retain the excitability. يعني بالبدايه يسوي لي sedation وبعدين يلا يسوي لي excitation. هاي نستفاد من عندها بالثيرابيوتيك دوزز، يشتغل كانتي ايميتيك افكت، يعني يسوي بعض السبريشن للفوميتنج سنتر. يستفادون منه بالتريتمنت اوف موشن سيكنس. موشن سيكنس اللي هو دوار البحر اللي هو بالحركه يصير عندهم نويزي اند فوميتنج. الناس سميها سفره يمكن نجي شائع عندنا هيك مصطلح، بالسياره بالسفينه بالقارب من يصعد الانسان بها يحس انه الارض تفتربي ويصير عنده فوميتنج. هذه كان بي كنترول باي يوز اوف سكوبولامين. اكو سنترالي اكتنج مسكرينيك انتاغونست. تذكرون عندنا ام 4 ام 5 ضامين ذني، وقسم حتى من الام 2 والام 1 ايضا وين موجود؟ موجودات بالسي ان اس نيورال. هذني اكو ادويه تشتغل عليها مهمه بشغلتين، مهمة بالإفكت على اللي نسميه إكسترا بيرامدال سيستم اللي هو control the motion، يعني control the output of acetylcholine from the brain اللي هو راح يحرك المسلز مالتنا كلها مالت البودي. فإذا نسوي لها بلوك راح نستفاد من عندها، راح نقلل الانفولنتري موفمنت والريجيديتي. هاي وين يصير؟ يصير بديزيز اسمه باركنسون. باركنسون اللي هو مرض الرعاش. شايفين ذول مرضى الرعاش يصير عندهم حركة بإيديهم، دائما إيديهم ترجف وعندهم ريجيديتي كلش صلابه بالعضلات. فاحنا من نعطي سنترالي اكتنج ايجنت راح نوقف هذه الانفولنتري موفمنت، نسيطر على الرعاش ونسيطر على الريجيديتي. بعد يصير عندنا اكسترا بيرامتر سايد افكت من بعض الادويه. اكو ادويه من نعطيها هي هيك تسوي، ادويه نسميها انتي سايكوتكس. انتي سايكوتكس اللي هي تستخدم بعلاج السكيزوفرينيا
وعلاج بعض الأمراض النفسية. هاي الأدوية هي معظمها شو تسوي؟ تقلل الدوبامينيرجيك اكتيفيتي بالبرين. احنا دائما الدوبامين عنده بالانس ويا الاستالكولين بالبرين، فاذا احنا قللنا الافكت اوف الدوبامين راح يزداد الافكت اوف استالكولين. فمن يزداد الافكت تظهر هذه الاكسترا بيراميدال سيمتومز اللي هي هم بها موفمنت وريجيديتي، ايضا نقدر نقطعها عن طريق ذا سنترال اكتنج انتي مسكرينيك دراجز. ان شاء الله تكون واضحه هذه الافكت والشرح كان وافي، وان شاء الله بسيطه هي ومفهومه بالنسبه لكم. الان راح ناخذ احنا بعض الادويه كاكزامبل سيلكتد دراجز ونحكي عليها. نبدا بالاتروبين اللي هو بروتوتايب اللي هو مين ايجنت. عرفتوا انه هو درايفد فروم بلادونا الكالويد، اتس ناتشرال الكالويد. عرفتوا انه هو نون سيلكتيف، كان بلوك اول مسكرينيك ريسبتورز، ما عنده يعني افضليه على ريسبتور معين. Well absorbed, lipid soluble from the GIT, it is partially metabolized and by 60% and excreted unchanged in urine. 60% is excreted unchanged in urine. Can cross the blood-brain barrier and cause excitation or stimulation to the CNS. Half-life مالته تقريب ساعتين. بس إذا انطيناه بالII drop it may last up to 1 week. The usual duration of action in the eye is from 3 days to 1 week. هسه عرفتي ليش؟ ليس سميناها سايكلوبليجيا، لان راح تبقى البيشنت ما يشوف، لا يقدر يقرا، لا يقدر يكتب، لا يقدر يباع الاشياء القريبه لمده اسبوع، من 3 ايام الى اسبوع. فسموها سايكلوبليجيا لان الافكت مالتها طويل. فكلش نكون حذرين اذا اعطينا اتروبين البيشنت عنده اي بروبلم. What are the main indications for atropine? Number one, it is used as a junct for general anesthesia. عرفنا ليش؟ تمام، يقلل السكريشن حتى يصير عندي اسبريشن، يسوي برونكو دايليتيشن يمنع البرونكو كونستركشن اللي يسوي بعض غازات التخدير، وايضا شو يسوي؟ يساعد النيوستيجمين بالريكفري فروم مصر ريلاكسنت. نستخدمه بالانتي كولينستريس بويزنينج مثل ما شفنا في المحاضره، من صار عندنا بويزنينج بالارجونوفوسفورس انسكتيسايز لو اوفر دوز بالنيوستيجمين راح نستخدمه كمانجمنت اوف بويزنينج. اتس فيري امبورتنت اند لايف سيفنج دراج. بالتريتمنت اوف بريديكارديا اكزامبل افتر ام اي، اول دراج اوف تشويس بالتريتمنت اوف بريديكارديا. تمام، شرحناها ويا الافكت. بالجي اي هايبر موتيليتي كانتي سبازموتيك افكت وانتي دياريال افكت. اذا شايفين بالبيت عندكم حبوب انتروستوب وانتي دياريال، شوفوها اليوم بالبيت وقلبوها شوفوا ايش مكتوب عليها، راح تلقون مكتوب اتروبين. تذكرون الاوبيويد، حكينا على الاوبيويد اللي انتي دياريال افكت، ذي ميكس اتروبين وذ اوبيويد دراج، هذا اللي اسمه انتروستوب العراقي او فاكونتيل. زين، هسه عرفنا كلينيكال يوز. وات ار ذا ميجر سايد افكت اوف اتروبين؟ ذيز ار فيري امبورتنت ايجنتس. لازم نعرف سايد افكت اوف اتروبين اللي هو تشمل معظم الانتي كولينيرجيك ايجنت حتى نتجنبه بحالات كثيره. نمبر 1 تول كوز يورينري ريتينشن، هاي خطره بيمن عندهم بناين بروستاتيك هايبرتروفي. ات ويل كوز دراي ماوث، هاي مهمه تنبهون المرضى عليها، تقول له اول ما اعطيك انا الاتروبين حتى تتاكد انه راح يشتغل يبدا حلقك يا بس دراي ماوث. بليرد فيجن، بليرد فيجن، مو تعطي البيشنت اتروبين هو يطلع عنده يسوق سياره، لازم تقول له انه انت ما راح تقدر تشوف بوضوح. تول كوز كونستيبيشن، نقول لهم كبار السن وعندهم مشكله بالجاي موتيلتي راح يصير عندكم كونستيبيشن. تول كوز تكي كارديا، عاده تكون مودست تكي كارديا مو كلش سيفير. سي ان اس ديستربنس، شو وقت نشوفها؟ بالاوفر دوز، اكزايتيشن، ريستلسنس، اجيتيشن، هلوسينيشن، ايفن سو. اوكي، when it is contraindicated in glaucoma, it is contraindicated to give atropine. In benign prostatic hypertrophy, it is contraindicated. In infant with fever, the infant with fever, لأن هو راح يزيد الفيفر وتصير علامات البويزنين كلش واضحة عليه. هذا كان فيما يتعلق بالاتروبين، إن شاء الله تكون واضحة الأمور. سكوبولامين، اسم الثاني هيوسين. اسم الهيوسين أكثر شائع من السكوبولامين. قلنا يختلف على الاتروبين ان يسوي سينس ديبرشن بالبدايه without excitation. وين نستخدمه؟ mostly it is used in the treatment of motion sickness. It is drug of choice of treatment of motion sickness. موجود على شكل transdermal patch، لزقه. من يقول لي ليش لزقه؟ ليش ما نسوي حبايه مثلا او ابره او فشي؟ transdermal patch because can produce continuous drug delivery. تعرف واحد مثل صاعد بسفينة، يصعد بعبارة ورا 4 ساعات 5 ساعات أو مرات 24 ساعة يلا ينزل من هاي السفينة، هو مو كل ساعة يظل يبلع حباية وراح الإفكت وتقيأ في شيء، يحط لزقة على جلده، عن جلد على ظهره أو أي مكان بالجلد، وهاي اللزقة تبدأ تعطي درج كونتينوس درج ديليفري. واضحة؟ ترانسديرمال باش، تبقى تعطي إلى أن ينزل من السفينة يلا يشلع اللزقة، أو يروح بطيارة أو يسافر بسيارة، من تخلص الرحلة مالته يلا يشلع اللزقة. طريقة استخدام حتى نضمن continuous drug delivery. الدرج الثالث اسمه هايوسين انبيوتيل بروميد.
شنو فرقه؟ It is synthetic agent. هيوسين is natural, نفس الاسكوبولامين. This is synthetic. لو أقول لكم اسم العلمي هسه كلكم تعرفوه. العفو اسم التجاري، اسم التجاري بوسكوبان. بوسكوبان لابد كلكم سامعين به، أي واحد صار عنده مغص. It is used as antispasmodic. GIT, biliary, urinary tract, مغص معوي، مغص كلوي، مغص biliary. ما أعرف شنو biliary بالعربي. فالانتي سبازموتيك فشي شائع، لذلك قلت لكم هاي الادويه مهمه طلاب تشوفون الاستخدامات مالتها كلش شائعه. اوكي، سايكلوبنتليت اند تروبيكاميد. سايكلوبنتليت اند تروبيكاميد they are used as topical agent in ophthalmology. شنو ophthalmology؟ طب العيون. they are ophthalmic use used as midriatic agent. اوكي، ليش نستخدم هذول تروبيكاميد؟ هذول short duration of action about 6 hours. شقد قلنا الاتروبين؟ 3 days. ما حد يقبل انه انا احط له قطره تبقى 3 days وتعطيني السايد افكت مالتها. فنستخدمهم كمدرياتيك ايجنت. من يقول لي ليش استخدم المدرياتيك ايجنت؟ ليش اوسع البؤبؤ مال العين؟ تشيل الجمال. بالمناسبه هو العين احلى من تصير فيها مدرياسيس، لذلك كان يسموها دكتور استرامون يسموها ست الحسن. سموها نبته ست الحسن كان ينطوها للعروسه قبل الزفاف حتى تصير مدرياسيس، تصير عيونها كبار وتصير خدودها ورديه لان هو يسوي الخدود ورديه. اوكي، فسموها بهالطريقه هذه. بس احنا ما نستخدمها كمدرياتيك ايجنت للكوزمتيك، لا، نسوي مدرياسيس لعده اسباب، واحده منها فور اكزامينيشن اوف ذا اي. تعرفون الاي من نفحصها حتى نشوف الشبكيه، راح ننظر من خلال البيوبل، صح؟ فاحنا من نخلي لايت على العين شو يصير؟ تجيب ضوء وخليه بعينك شو يصير؟ يصير مايوسيس. عشان راح نفحص العين ما نقدر، فنطلب مدرياتيك ايجنت قبل الاكزامينيشن. تمام، اذا هي فتره قصيره فلازم نختار ذولا مدرياتيك ايج. بعد ليزر ثيرابي نريد اي شيء يسوي انترفينشن من خلال البيوبل لازم نحتاج مدرياتيك ايجنت. ان شاء الله بالمستقبل راح تعرفون اكثر على هاي الادويه، بس هسه تبدون على الاقل تعرفون الكلينيكال يوز، تعرفون الاسم تروبيكاميد اسمه مدرياسين جدا شائع. المجموعة الأخرى عندنا الإبراتروبيوم أنتيوتروبيوم. إبراتروبيوم أنتيوتروبيوم very important drugs. they are bronchodilator also called SAMA short acting muscarinic antagonist. احنا أخذنا بذيك المحاضرات أخذنا السالبيوتامول الفنتولين سميناه سابا، ذاك يسوي برونكودايليتيشن، هذول نسميهم ساما شورت اكتنج موسكارينيك انتاغونست. ان شاء الله متاخذون وحده الريسبيرتري نحكي عليهم بتفاصيل اكثر، هسه بس تعرفون اسمائهم وتعرفون ميكانيزم اوف اكشن. هذول احنا ليش نميتهم؟ خو ناخذ الاتروبين، قلنا الاتروبين يسوي انهبيشن اوف ميوكوسيلير كليرنس، راح يحبس البلغم بالصدر، بس هذول ما يحبسون البلغم بالصدر. اوكي، فيستخدموهم بالازمة ويستخدموهم بالسي او بي دي. تيوتروبيوم از لونج اكتنج، يبقى الدوريشن اوف اكشن مالته 24 اورز، فهو نفضله بالسي او بي دي ونعطيه وانز ديلي. اثنين هم نعطيهم انهيلد از انهيلر يوزد باي انهيليشن. ابراتروبيوم اسمه التجاري اتروفنت، تيوتروبيوم اسمه التجاري سبريفا مشهور جدا. الان ناتي الى سم سيلكتيف، هذول كلهم فوق كانوا نان سيلكتيف ايجنت بس لهم هاي الاستخدامات اللي دا احكي عليها، لهم خصائص معينه. هسه نجي سيلكتيف ايجنت، عندنا two important selective agent. Number one, we have the pyrenzepine and telenzepine. They are selective ammon. Ammon وين موجود؟ بالستومك. إذا نستخدم ذولا وين؟ بالتريتمنت اوف peptic ulcer. Why? Because they will suppress gastric acid secretion. يمنعون إفراز الحامض ال HCl فنستخدمهم بالتريتمنت اوف peptic ulcer. Second selective هو M3 selective اللي خاصة موجودة باليورينري سيستم اسمه oxybutynin. اوكسيبيوتينين هم كل الشائع دراج يستخدموه بالتريتمنت اوف يورينري انكونتيننس. انكونتيننس يعني عدم السيطرة على الإدرار، شلون التبول الليلي التبول اللا إرادي، فنستخدمه بهاي الطريقة. اوكي، بعد عندنا انتي موسكارينيك دراجز اللي لهم خصوصية انه يشتغلون بالبرين. اوكي، هاف فيري ليتل بيريفرال افكت. اوكي، بس عندهم سنترال افكت. هذول اللي نسميهم سنترال اكتنج انتي موسكارينيك يقول عندهم سنترال افكت اكثر من البريفرال افكت. هم الحقيقه يعني ثلاثه المشهورين يبدون بحرف البي، بنزتروبين وبنزهكسول بايبريدين. البروسايكلين هم خلوا وياهم لان راح يمر عليكم هوايه بالطب النفسي بالسايكاتري، كلش مهمه هاي الادويه لان هاي الادويه يصير عليها ادكشن، هاي مشكله عندنا. البنزهكسول هو نفس اللي اسمه ارتين. اوكي، فهاي الادويه كلش مهمه لان يصير عليها ادكشن، لازم تعرفون اسمها حتى تعرفون من توصفوها. وشنو فائدتهم ذني؟ وين نوصف ذول اللي هم كان انتاجونايز
the extra pyramidal effect. Okay, فهم يشتغلون على extra pyramidal system and can antagonize the extra pyramidal side effect اللي من يسويها يا اما الانتي سايكوتيك دراجز او بمرض معين اللي هو الباركنسون ديزيز. هذا الكلام اللي شرحناه قبل شوي. عندنا موضوع الاتروبين بويزنينج. قلنا بالاوفر دوز تكون السيمتومز واضحه مع الاتروبين، بس نقدر نختصرها بمصطلح حتى تكون سهله عليكم، لان الاتروبين بويزنينج لازم كل طبيب يعرف شنو الفيتشرز مالته وشلون يعالجه. The patient will come to you will be dry as a bone. Dry skin. ما عنده أي secretion، ما عنده أي sweating. He is blind as a bat. ما يشوف مثل الخفاش. Red as a beet. أحمر مثل الشوانذر. وقلنا ست الحسن تصير الخدود مثل الشوانذر. And he is mad as a hatter. هذا اللي يشمر القبعات مالته. فإذا عنده hallucination ويكون وجهه أحمر، ما يشوف زين، ودراي از ا بون. من نشوف ذن الفيتشرز الاربعه عليه موست لايكلي ذيز اتروبين بويزنينج، ناخذ من عنده هيستوري ونشوفه. هايبرثيرميا، ان اديشن تو ذيز ذير بي هايبرثيرميا سبيشالي ان انفنت، وقلنا نسميها اتروبين فيفر. التريتمنت مالته عرفنا هو الفايزوستيجمين، بس لازم نكون كلش حذرين، اوكي؟ بيكوز ات مي بريسبتيت كونفولجن. يعني اذا جانا ايرلي وقدرنا نسوي له جاستريك لافانج، غسل المعده، او نسوي له اميسيز فوميتنج، افضل مما نعطي الانتيدوت. هذا يعني في عجالة وبصورة كلش ملخصة حقيقة. أنا شكد ما قدرت أحاول اختصر هذه المواضيع، أقدر أتكلم بالتفصيل كل شوية عليها، بس لأن إحنا ضمن الكارديوفاسكولار سيستم. بس هو الأتروبين واسع، يعني استخداماته مو بس بالكارديوفاسكولار، لأنه يسوي لتك كارديا، شفتوا كلش واسع، ولازم إحنا كلها نغطيها هذه المحاضرة. إن شاء الله تستفادون منها وترجعوا لها هواي هذه المحاضرة، من تصلون كل سيستم تاخذوا يخصها مثل اليورينري والجي آي تي وغيرها والريسبيرتري. الآن احنا خلصنا تقريبا معظم الموضوع المترابط، بقى موضوع صغير هو آخر شيء اللي هو نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت، نخليه بالجزء الثاني من المحاضرة حتى لا تكون ثقيلة عندنا بالتحميل. شكرا جزيلا.